طيب تمام، دلوقتي احنا حسبنا قيمة السيلز فوليوم فاريدز. طيب انا عايز اعرف حاجة تانية، هو ليه حصل اصلا فاريدز؟ ليه حصل ان احنا كنا متوقعين ان احنا نبيع 12، ليه احنا بعنا 10 بس؟ ليه حصل فاريانس بالرقم ده، او ليه حصل فاريانس بال2000؟ مش احنا كنا متوقعين ان احنا نبيع 12000 قطعة او 12000 يونت او 12000 جاكيت، ليه احنا اكتشلي بعنا 10 بس؟ احنا عايزين نعرف احنا ليه بعنا اقل من ان احنا متوقعين. قال بص احنا كنا متوقعين ان احنا نبيع 12 وبعنا 10، يعني في 2000 فارينس. قال لك الفارينس ده اللي هو ال2000 ممكن يحصل بكذا سبب. يعني انت كنت متوقع تبيع 12 وبعت 10، طيب انت ليه ما بعتش 12؟ قال لك بص، اول سبب ممكن يكون حاجة اسمها الاوفرول ديماند بتاع الجاكيتس قل. يعني ايه؟ الناس ما بقتش تشتري جواكت، او الديماند بتاع الجواكت قل. مثلا السنة دي ما كانش فيه شتاء، تمام خلاص. طيب احنا اشترينا جواكت السنة دي، يبقى السنة اللي جاية احنا اشترينا جواكت ولبسنا فيها عشان الجو بقى كان حر. طيب السنة الجاية تفتكر ان انت هتشتري جواكت؟ لا، فاكيد الديماند بتاع الجواكت السنة الجاية هيقل. ليه؟ لأن السنة دي ما كانش فيه أصلا شتاء والدنيا ما كانتش ساقعة، فأكيد السنة اللي جاية الطلب على الجواكت هيقل. ليه؟ لأن أنت عارف إن كان السنة اللي فاتت الجواكت الجو كان حر، فليه هشتري جاكت؟ تمام؟ لا، أنا استنى لما الجو يبقى ساقع، لو الجو بقى ساقع هشتري. فهو بيقول لك أول سبب إن إحنا كنا متوقعين نبيع 12 بس إحنا ما بعناش 12. ليه؟ عشان ممكن يكون ان الديماند على الجواكت او الطلب على الجواكت قل، تمام، او احنا كنا متوقعين يزيد وما زادش. طيب او ممكن يكون سبب تاني ان ال competitors are taking away market share، ان في منافس دخل معايا السوق خد من نصيبي في السوق. او يعني انا مثلا السنة اللي فاتت كنت ببيع 15000 جاكيت، تمام، فانا توقعت ان السنة اللي بعديها هبيع نفس ال 15000 جاكيت، تمام، بس السنة اللي بعديها دخل معايا في السوق واحد تاني بيبيع نفس الجواكت بتاعتي او احسن منها شوية، اعلى في الكواليتي، ديزاين احلى، الكلام ده، فخد من ال 15000 اللي هما كانوا بيشتروا مني، خد مثلا نصهم، فعشان كده انا ما بعتش ال 15. نفس الكلام هنا بيقوله، انت كنت متوقع تبيع 12 فانت بعت 10 عشان ممكن يكون واحد دخل معاك السوق وخد من حصتك في السوق او نسبتك في السوق. ده تاني سبب. او ان هو ان الجاكيت اللي انت بتبيعه ده هو اولد فاشن. يعني ايه اولد فاشن؟ دي موضة قديمة، انت ما تغيرتش للموضة او ما استجبتش للموضة. يعني ايه؟ يعني مثلا في الجاكيت اللي انت بتنتجه ده هو خلاص قديم جدا، انا ليه هشتريه؟ تمام، يبقى انت ما تغيرتش للاذواق اللي الناس عايزاها، فده برضو خلى ان الطلب على الجاكيت بتاعك يقل، او الناس ما اشترتش الجاكيت بتاعك. عشان ايه؟ انت ما شفتش التيست بتاع الكاستمر هو ايه. تمام، طيب، او ان انت اصلا من الاول عامل البادجت بتاعتك غلط. يعني ايه؟ انت عامل ان انت بايع ان انت هتبيع 12000 وبعت 10. طب ليه حصل فارينس؟ ان انت ان ال 12 دي كانت غلط. ازاي؟ تعال نقرا كده مع بعض. البادجتد سيلز تارجتس وير سيت وذاوت كيرفول اناليسيس اوف ماركت كونديشن. يعني انت مثلا كنت عامل ان البادجت هتبقى ب 12 وانت اصلا حاطط ال 12 دي من غير ما تدرس الماركت. انت حاطط ال 12 كده ايه سبهلله، يلا لا انا شكلي هبيع 12، وانت اصلا ما درستش الكونديشنز بتاعه الماركت. ما درستش الماركت هل فعلا هيشتري 12 ولا لا. يعني انت كنت عامل بادجت من الاول غلط. ده رابع سبب. طيب خامس سبب بيقول ايه؟ الكواليتي. يعني ايه كواليتي؟ يعني المنتج اللي انت كنت بتنتجه الكواليتي بتاعته قليله، فليه الناس هتشتريه؟ يبقى تاني او اخر سبب ان الكواليتي او الجوده بتاعت الجاكيت اللي انت بتنتجه قليله، فالناس ما بقتش تشتريه بسبب ان الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعك اللي انت بتنتجه ده قليل. طيب
يبقى احنا عندنا كام سبب؟ 5 اسباب: يا اما ان الديماند او الاوفرول ديماند بتاع الناس كله قل، تمام، ان الناس بطلت تشتري جواكت سواء بقى معهاش فلوس او هكذا، وكمان انت متوقعتش ان هي هيزيد، تمام. تاني سبب ان الكومبيتيتورز خدت منك نسبة من المبيعات بتاعتك، وان انت ما تغيرتش للاذواق او الموضة اللي الناس عايزاها. رابع سبب ان انت كنت عامل اصلا البادجت غلط، ان ال 12,000 دي كانت غلط، ان انت ما حللتش السوق كويس، وان انت اخر سبب ان انت عندك كواليتي بروبلمز، البرودكت بتاعك ده هو عنده كواليتي بروبلمز. طيب تعالى نرجع كده نفتكر كده من الاول. احنا قلنا اي فاريانس بيحصل بسبب كام حاجه؟ حاجتين: يا اما ال change of number of units sold، ودي سميناها sales volume variance. طيب ودي خلصناها. طيب تعال بقى اخش على السبب التاني اللي هو ال change of the cost per unit او ال change of selling price per unit. يعني انت كنت متوقع ان انت تبيع بكوست معينه او تنتج بكوست معينه، والكوست دي مثلا كنت حاطط ان انت هتنتج الجاكيت ده ب 80، تكلفة الانتاج بتاعته 80، حصل ان انت انتجته ب 85 او 75، whatever زيادة او نقص. ليه حصل الفارينس ده؟ ده اللي احنا هنعرفه. طيب انت كنت حاطط في دماغك ان انت هتعمل سيلينج برايس او هتبيع الجاكيت ده ب 100، جه ان انت بعته ب 95، ليه؟ هنعرف. يبقى ده تاني سبب. يبقى التاني سبب ده كنا بنسميه flexible budget variance. يبقى أول سبب كنا بنسميه ايه؟ sales volume variance. ده بقى بنسميه ايه؟ sales volume sorry بنسميه flexible budget variance. تعالى بقى نشوف الأسباب دي. احنا كل ده لسه بنتكلم في level 2 analysis أو level 2 variance. خلاص احنا خلصنا sales volume variance وعرفنا بيجي منين وحسبناه ازاي والكلام ده، وقلنا ان 93% كان منهم بسبب ان احنا متوقعين نبيع 12، تمام. فطلعنا ان السيلز فوليوم فاريانس تمام ب 64. يعني من 93، 64 كان بسبب ان انت كنت متوقع تبيع 2000 زيادة. طيب الباقي ده تفتكر هو جاي منين؟ اكيد من ان انت كنت حاطط تكلفة معينة وما انتجتش بالتكلفة دي، واكيد برضو ان انت كنت حاطط سيلينج برايس معين وما بعتش بالسيلينج برايس ده. طيب الحتة دي بنسميها ايه؟ flexible budget variance. يبقى تعالى نكتب كده مع بعض. هو ال flexible budget variance ده بيحصل بسبب ايه؟ ال change of the cost او ال change او ال change of ايه؟ السيلينج برايس. يبقى ال flexible variance بيحصل بسبب ايه؟ ان انت كنت متوقع بتنتج بتكلفة معينة مثلا 80، انتجت بأقل او ازيد، تمام، فعشان كده حصل variance. ونفس الكلام برضو في السيلينج برايس، انت كنت حاطط سيلينج برايس معين وما بعتش بيه. طيب تعالى بقى نشوف هو الفليكسبل بادجت variance ده بنحسبه ازاي. ما تنساش ان هو الفارينس ده بيحصل بسبب التشينج اوف كوست او التشينج اوف السيلينج برايس. طيب خلاص انا خلصت دي، ما تبصش عليها بقى تاني خلاص. طيب احنا قلنا ان احنا عملنا الفليكسبل بادجت. فكروني كده الفليكسبل بادجت معناها ايه؟ الفليكسبل بادجت هي البادجت زيها زي الاستاتيك، بس الفرق ان هي بعملها في اخر السنه باليونتس الاكتشلي سولد اللي هي ال10,000، تمام. طيب تعالى بقى نقارن الفليكسبل بادجت بالاكتوال ريزلتس، باللي انا متوقعه بس الفليكسبل باللي حصل فعلا. طيب يلا نجيب الفاريانس بتاع الفليكسيبل والاكتوال. طيب اول حاجه في اليونتس سولد، انا الاكتوال كان كام؟ انا بعت كام؟ 10، وانا كنت عامل ان الفليكسيبل بادجت هتبقى بكام؟ ب 10. برضو دايما دايما بيقول لك ان لما انت تيجي تعمل الفاريانس او تجيب الفاريانس ما بين الفليكسيبل بادجت والاكتوال ريزلت في اليونتس سولد دايما هيطلع بزيرو. ليه؟ ما احنا اصلا بنعمل الفليكسيبل بادجت باليونتس اللي اكشلي سولد، يبقى لازم هيطلع الفارينس بكام؟ بزيرو. فلو ما طلعش بزيرو يبقى انت اصلا عامل الفليكسيبل بادجت غلط. ليه؟ عشان احنا اصلا بنعمل الفليكسيبل بادجت بالاكشلي يونتس سولد. انت بتاخدها هنا اهو، احنا عدينا على ال 12 وحطينا مكانها ال 10، فاكيد الفارينس بتاع اليونتس سولد هيطلع بزيرو. هنا انا كنت متوقع بيع 10
وهنا برضه متوقع بيع 10 فالفارينس يبقى بزيرو. طيب تعالى نحسب الريفينيوز. احنا فاكرين الفليكسبل بادجت احنا كنا بنقول عليها ايه؟ هي البادجت اللي احنا بنعملها بس بنغير فيها حاجه واحده اليونت سولد والباقي بيفضل ثابت. يعني هنا السيلينج برايس هيبقى بكام باللي انا عامل له بادجت؟ تعال نطلع كده نشوف. هو انا كنت متوقع السيلينج برايس هبيعه بكام؟ هنا قايل ان البادجت سيلينج برايس 120 بالجاكيت، الجاكيت الواحد هبيعه ب 120. يلا نحسب الريفينيو. هو الريفينيو بيحسبه ازاي؟ البرايس في الكوانتيتي معروف. طيب يلا يحسب الريفينيو اللي انا كنت متوقع ان هو يجي لي اهو. هضرب ال10 في ال120 هيديني 1,200,000. طيب يلا نجيب الاكتشوال ريزلت. انا متوقع انا فعلا بعت ب10 بس السيلينج برايس لو فاكرين كان 125. هنا كنت متوقع ان انا ابيع ب 120، هنا بعت ب 125. طيب يلا نجيب الفاريانس. هنا انا كنت متوقع يجي لي 1,200,000، جالي ازيد من انا متوقع، جالي فلوس ازيد من انا متوقع. جالي كام؟ جالي 1,250,000. يبقى الفاريانس بكام؟ ب 50. الفاريانس ده favorable ولا unfavorable؟ دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا دي حاجة كويسة، ده أنا جاي فلوس زيادة، فأكيد دي بنقول عليها إيه؟ very favorable variance. طيب خلاص، يبقى أول حاجة عرفناها إن ال favorable أو ال revenue فيها variance ب 50,000 favorable. طيب يبقى ال selling price الفرق اللي هو 5 ده تمام عمل لي variance. طيب يلا نكمل. ما تنسوش ان الـ variance بتاع الـ flexible budget ده هو عبارة عن الـ change of cost او الـ change of selling price تمام. فالـ selling price لما اتغير عمل لي ايه؟ variance اهو. ده الـ variance بتاع الـ change of selling price. يلا نجيب بقى الـ change بتاع الـ cost. طيب انا كنت متوقع ان انا انتج بـ direct material، كان direct material كانت هتكلفني 60، يعني الجاكيت الواحد هيكلفني 60. يبقى 60 في 10,000 ب 600 تمام. يبقى 60 في 10,000 ب 600. لكن البادجيتد لكن الاكتشوال انا انتجت او استخدمت دايركت ماتيريال ب 62 وشويه تمام. يبقى 62 وشويه بضربها في ال 10,000 يبقى هتديني 621,600. طيب انا كنت متوقع ادفع، هنا بقى هدفع مش هيجيلي، كنت متوقع ان انا ادفع 600 دفعت ازيد. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه لما تدفع ازيد؟ لا دي حاجه وحشه طبعا. فعشان كده بنقول ان ال 21,600 اللي هو الفرق ما بين ال 600 وال 621 هو unfavorable تمام. unfavorable ليه؟ عشان انت دفعت ازيد من انت متوقع. طيب الدايركت ليبر، الدايركت ليبر انت كنت متوقع ان انت تدفع للعامل الواحد في الساعة او في الوقت اللي هو هيعمل فيه البتاعة دي الجاكيت 16. طيب 16 جت منين؟ في اول المسألة خالص. يبقى هتضرب الستاشر في العشر تلاف هيطلع 160. لكن انت هنا توقعت ان انت هتدفع 19 سوري الاكتشوال اللي انت دفعته 19 وشوية. يبقى هتضرب 19 وشوية دي في 10,000 يبقى الفاريانس بكام؟ ب 38. انت كنت متوقع ان انت تدفع 160 دفعت ازيد يبقى اكيد unfavorable. برضو ال variable manufacturing overhead كنت متوقع ان انت تدفع 120 دفعت ازيد يبقى ال 10,000 دي بكام؟ unfavorable. يبقى هنجيب التوتال هنا والتوتال هنا. يبقى اكيد التوتال او توتال فاريبل كوست انا كنت متوقع ادفع كتوتال 880 دفعت ازيد يبقى اكيد الفاريانس ده برضو unfavorable. يلا نجيب الكونتريبيوشن مارجن. الكونتريبيوشن مارجن هو الريفينيو ماينس التوتال، الريفينيو ماينس التوتال والريفينيو ماينس التوتال. كنت متوقع يجيلي او بروفيت، كنت متوقع يجي لي بروفيت 320، جالي اقل من انا متوقع، جالي اقل من انا متوقع. خلي بالك لازم نفكر فيها كده عشان ما تتلخبطش هي فيفربل ولا ان فيفربل. فكر كده، هو البروفيت والكونتريبيوشن مارجن ده عباره عن ايه؟ عن بروفيت. انت كنت متوقع يجي لك بروفيت اكبر من اللي جالك، يبقى اكيد ده ايه؟ فاريانس ان فيفربل. ليه؟ لان انت كنت متوقع يجي لك 320 جالك اقل. طيب الفيكسد، يلا نحسب الفيكسد. الفيكسد انت كنت متوقع تدفع فيكسد 276 دفعت ازيد يبقى ده unfavorable. يلا نجيب الكونتريبيوشن مارجن. كونتريبيوشن مارجن هو عبارة عن ايه؟ يلا نجيب سوري النت انكم، هو عبارة عن الكونتريبيوشن مارجن ماينس الفيكسد كوست. كونتريبيوشن مارجن ماينس الفيكسد كوست،
كنت متوقع يجي لي في الفليكسبل 44، تمام، جالي كام؟ 14900. يبقى الفاريانس ده unfavorable ولا favorable؟ لا، ده جالي اقل من انا متوقع، يبقى unfavorable. unfavorable بكام؟ ب 29100. فاكرين احنا قلنا ال 93 دي منها كان سيلز فوليوم بكام؟ ب 64. قال لك بقى بص، ان اللي متبقي من ال 93100 ده كان بسبب حاجه اسمها flexible budget variance. بسبب ايه؟ حاجه اسمها flexible budget variance بكام؟ ب 29100. هو ال flexible budget variance ده كان بسبب ايه اصلا؟ كان بسبب ان ال change في selling price وال change في الكوست. يعني قصدك تقول ان ال 29100 دي حصل بسبب ان انت كنت متوقع ان انت تبيع ب 120 لكن بعت ب 25، فالخمسة دي عملت فارينس. وكنت متوقع ان انت تبيع بكوست معينة، اي كنت متوقع تبيع بكوست معينة، بعت بأزيد، فعشان كده حصلت فارينس. فعشان كده ايه؟ حصلت فارينس. طيب يعني انت بتقول ان 29 دي 100 حصلت بسبب ان السيلينج برايس والتشينج في سيلينج برايس والتشينج في الكوست، وان ال 64 ده حصل بسبب ان انت كنت متوقع تبيع زيادة. يبقى ال 93 دي اكتشفنا منها حاجتين. اكتشفنا منها ان 64 بسبب ان احنا كنا متوقعين نبيع زيادة، وال 29100 بسبب ان احنا بعنا بتكلفة اعلى وسيلينج برايس اعلى، تمام. طيب، او متغير عن البادجت، مش شرط اعلى او اقل، تمام. طيب، فانا رحت للمدير وقلت له بص يا عم المدير، مش انت قلت لي في ليفل 1 انا مش فاهم حاجه، مش فاهم ان 93100 دي جت منين؟ قلت قال لي اه خلاص. قلت له انا عملت لك حاجه اسمها ليفل 2، حددت لك كام من الفاريانس اللي هو اسمه ستاتيك بادجت فاريانس، ده اللي هو كان بتاع ليفل 1، كام منه كان بسبب ان احنا متوقعين نبيع ب 12، وكام منه بسبب ان احنا ال change of selling price، وكام في ال change of the cost. طيب، قال لي حلو جدا. قلت له يعني كده خلاص انا تمام، انت كده انا براءة يعني، اللي هو خلاص انت عايز مني حاجة تانية؟ قال لي لا استنى، قال لي انت ما قلتليش، انت قلت لي خلاص ان 93 دي كان بسبب ان السيلز، وسبب ان التشينج اوف السيلينج، تشينج اوف سيلينج برايس، وبسبب التشينج اوف الكوست. قال لي خلاص التشينج اوف السيلينج برايس واضحه ب 50. قلت له طيب. قال لي طب هو احنا ليه؟ قال لي بقى ايه؟ قال لي هو احنا ليه انتجنا بكوست ازيد من ان احنا كنا متوقعين؟ تاني، قال لي ليه انتجنا بكوست اكتر ما كنا احنا متوقعين؟ قال لي خلاص انا السيلينج برايس عرفت هو جه منين. انت كنا متوقعين ان احنا نبيع 120، بعنا ب 125، وهنعرف. خلاص انا عارف دي ليه، ومش مش مشكله. لا، انا عايزك بقى تركز لي على الكوست، ليه انتجنا بكوست اعلى او مختلفه عن ما احنا كنا متوقعين. قلت له انت عايز نعمل حاجه اسمها ليفل 3 variance؟ قال لي اعمل لي ليفل 3 variance. يبقى ليفل 3 variance بيهتم بالكوست او البارت بتاع الكوست بس، مش بيهتم خلاص بالسيلينج برايس. خلاص السيلينج برايس ده مش عايزه دلوقتي. في ليفل 3 خلاص انا عرفت السيلز جه منين او حصل ليه، وعرفت السيلينج برايس حصل ليه، ان انا كنت متوقع 120 وبعت ب 125، لكن انا لسه عايز اعرف انا ليه بعت بكوست ازيد من انا كنت متوقعها، تمام. ده اللي بنسميه ليفل 3 اناليسيس. يبقى ليفل 3 بيهتم بالكوست، ليفل 3 بيهتم بالكوست. طيب، في ليفل 3 هنمسك الدايركت ماتيريال، تمام. احنا كنا متوقعين نصرف دايركت ماتيريال 600، صرفنا كام؟ 621 600، فحصل فارينس 21 600. احنا بقى عايزين نعرف في الليفل 3 ليه حصل الفارينس ده. كنا متوقعين دايركت مانيفاكتشرنج ليفر تبقى 160، بقت بكام؟ 198. عايزين نعرف ليه الفارينس ده حصل، وكذلك عايزين نعرف ليه ال 10500 ده حصل، وهكذا. بس قبل ما نعمل ليفل 3 فارينس، تعالى احنا كنا بنتكلم، احنا لسه واقفين عند ليفل 2. احنا جبنا ال 21900
وجبنا ال 64. انسوا بقى ليفل 3 دلوقتي، لسه هنكمل ليفل 2. هو ليفل 2 اكشولي خلص، بس احنا قلنا الطريقة بتاعت الجدول دي بنسميها ايه؟ كلومينير ميثود. احنا عايزين نعرف، فاكرين لما جبنا السيلز جبناها بالجدول وجبناها بالايكويجنز، يلا عايزين نعرف نجيب ال 29 100 دي بالايكويجنز ازاي. طيب هو الحتة دي كان اسمها ايه؟ flexible budget variance، والحتة دي كان اسمها ايه؟ sales volume variance. احنا خلاص عرفنا الايكويجنز بتاعت دي، يلا نعرف ازاي نجيب الفارينس اللي هو 29 100 ده من غير ما نعمل الجداول دي. اللي احنا بنتكلم ده فيه ايه؟ اسمه flexible budget variance. هو بيحصل بسبب ال change اهو في السيلينج برايس، وال change في الكوست بير يونت، والفيكسد كوست كمان. تمام. طيب الفليكسيبل بادجت ده فاريانس بنحسبه ازاي؟ هو احنا حسبناه فوق ازاي من غير ما تحفظ؟ اهو انا عايز احسب ال 29 100 دي جت منين. يلا نطلع بس الجدول كده ونشوف احنا طرحنا ايه ماينس ايه عشان نجيب. احنا جبنا ال 29 100 دي من خلال ايه؟ طرحنا ال actual results او التوتال بتاع actual results اللي هو ال operating income minus ال flexible budget اللي هو ال 44. ال flexible budget يبقى أكيد من غير ما تحفظ كده عشان تجيب حاجة اسمها flexible budget variance هتطرح ايه minus ايه؟ هتطرح ال flexible budget، ال flexible budget اللي هي ال 44 minus ال actual result اللي هي كام؟ 14900. يبقى أول rule عرفناها عشان نجيب ال flexible budget، ال flexible budget عشان تجيب ال flexible budget variance بتساوي ال flexible budget minus ال actual result. ماشي. حاجة كمان، بس حاجة كمان، ال favorable variance وال unfavorable variance. أنا عايز أجيب ال favorable وال unfavorable من غير ما أطرح ده minus ده في الجدول. أنا معلش هرجع للجدول تاني. فاكرين ال debit وال credit؟ اه، لما يكون عندنا رقمين debit بنجمعهم، لما يكون عندنا رقمين كريدت بنجمعهم. تمام. مثلا تعالى نعمل ايه؟ تي اكاونت، صح؟ مثلا تي اكاونت للكاش. طيب عندي كاش، ادي ديبت وادي كريدت. عندي كاش ب 20000، بعد كده جالي كاش ب 30000، كل ده في الديبت سايد. فكنا عشان نجيب البالانس كنا بنجمع الاتنين دول مع بعض، صح؟ طيب لو جه حطيت في الكريدت سايد 30، حلو، احنا قلنا الديبت بيتجمع مع الديبت، لكن لو ديبت وكريدت بيتطرحوا. نفس الفكرة هنا. مثلا تعالى نجيب البالانس بقى، انا عندي اصلا في ناحية الديبت 50 وعندي في الكريدت 30، يبقى ديبت وكريدت الاتنين ما بيحبوش بعض فعشان كده بنطرحوا. يبقى 50 و30 كام؟ يبقى البالانس فيها 20. 50 ناقص 30 20. يبقى بيقول لك احنا كنا ديبت وكريدت بنجمع، وكريدت وكريدت بنجمع، لكن ديبت وكريدت بنطرح. نفس الفكرة هنا، unfavorable مع بعض بتجمعوا، بس unfavorable وfavorable بتطرحوا. يعني ايه؟ انا عايز اجيب الرقم ده، هجمع كل ال unfavorable ادام هما unfavorable مع بعض يبقى يتجمعوا. طيب ولقيت واحد favorable يبقى هجمع ال unfavorable واطرح منه ال favorable. ليه؟ نفس الفكره بتاعت الديبت والكريدت، الديبت وديبت اهو نعتبر ده الديبت، الديبت والديبت بيتجمع. طيب لو ديبت والكريدت لا بنطرح، يبقى ادي ده مثلا هنعتبر ده كريدت اهو، يبقى هنطرح. تمام. لو جمعنا دول وطرحناهم من دي هيدينا ال 29. طيب تعالى بقى نرجع للايكويشنز. احنا قلنا في الايكويشنز عشان نجيب الفليكسبل بادجت فارينس بنطرح الفليكسبل بادجت ماينس الاكتوال ريزلت. يبقى دي اول ايكويشن عرفناها، برضو مش حفظ. ادي اهو ال flexible budget variance بيجيبه ازاي؟ بنطرح ال actual result minus ال flexible budget amount. طيب قالك بقى ايه؟ اه انا عايز اجيب ال selling price per unit. هو اصلا مديهولي، تمام، كان واحد ما كنت متوقع ان هو 120، بعت 125. ال variable cost per jacket، ال variable cost هي لما جمعناها اصلا لقيناها انا كنت متوقع ادفع 880 على 10000 كلهم. طب عايز اجيب per unit، يبقى هقسم ال 88 على العشر تلاف، يبقى الواحدة مكلفاني variable cost per unit 88. طب ال actual، ال actual لما جمعت ال variable cost اللي هي ال direct material و direct labor و variable overhead كان طلع ان هو 950 مية. طب عايز اجيب per unit بكام؟
95.8.1 تمام. فاكرين الفارينس اللي هو كان في الريفينيوز كنا بنسميه ايه؟ سيلينج برايس. تعال نرجع كده فوق اهو، الفارينس ده ال50 ألف ده حصلت ليه؟ بسبب ان انا كنت متوقع ابيع ب 120، بعت ازيد فحصل كام؟ بعت بكام؟ ب 125. يبقى الفارينس ده حصل بسبب التشينج اوف السيلينج برايس، فعشان كده بنسميه ايه؟ سيلينج برايس فارينس. هو التاني ليه هنسميه سيلينج برايس فارينس؟ هو الفارينس ده 50 ده حصل ليه؟ حصل بسبب ان انا كنت متوقع ابيع ب 120، بعت ب 125، يبقى اكيد الفارينس ده حصل بسبب ايه؟ اللي تشينج اوف سيلينج برايس، فعشان كده هنسميه سيلينج برايس فارينس، الفارينس اللي حصل بسبب السيلينج برايس. يبقى تعالى ننزل كده، انا حسبته هنا ازاي؟ حسبته ازاي؟ طرحت الفليكس، طرحت الريفينيوز بتاعت الفليكسبل ماينس الريفينيوز بتاعت ال actual. ممكن اجيبها بطريقة بس بإكويجن، هنشوف الطريقة دي مع بعض. ده اللي بنسميه ايه؟ اهو selling price variance. ده بيحصل بسبب ايه؟ ال change او ال difference between ال actual selling price وال budgeted اللي هو ال 120 اللي هو ال budgeted وال actual اللي هو كام؟ 125. طيب ممكن نحسبه بطريقة equation بدل ما نقعد نعمل الجدول ده. سهل جدا. هو انا متوقع ابيع كام؟ متوقع ابيع 10,000 يونت. طيب هو الفارينس ده حصل ليه؟ حصل مع بعض كده، انا كنت متوقع ابيع ب 120، بعت ب 125، يعني انا بايع بزيادة كام؟ 5 صح؟ فالخمسة دي هي اللي عملت لي ال50 ألف فوق فاريانس. ازاي؟ جت منين؟ ما هو كل جاكيت هبيعه هكسب فيه 5 زيادة عن البادجت، وانا بعت كام جاكيت؟ 10,000، يبقى اكيد هضرب 5 في 10,000 هيطلع ب 50. ايه ده؟ هو ده اللي حصل؟ هنقلبها بقى ايكويجن، هقلب الكلام اللي انا قلته ده ايكويجن. يلا نجيب السيلينج برايس فاريانس بطريقة الايكويجن. هاخد السيلينج برايس، الاكتوال سيلينج برايس اللي هو 125 اهو. مش انا عملت ايه؟ مش انا قلت لكم الفرق ما بين ال 125 وال 20 اللي هو الخمسة؟ هعمل الكلام ده، الاكتوال سيلينج برايس 125 ناقص ال 120 البادجيتنج سيلينج برايس اللي هو كام؟ الخمسة. وبعد كده انا ضربت خمسة في ايه؟ في ال 10,000. ال 10,000 ده اللي هو ايه؟ الاكتوالي سول. يبقى بيقول لك عشان تجيب السيلينج برايس فارينس بالايكويشن، actual selling price minus ال budgeted selling price في ال actual units sold. ال actual اهو ال actual units sold يبقى 125 per jacket minus 120 في ال jackets اللي انت بعتها اللي هي كام؟ هيطلع 10,000. يبقى كام؟ ب 50 favorable. ليه؟ احنا قلنا ادام ال variance حتى وانت بتحسبه بال equation عايز تعرف هو favorable ولا unfavorable بالعقل كده. لو هو طلع positive يبقى favorable، لو negative unfavorable. ده في السيلينج برايس، بنتكلم عن السيلينج برايس. سيلينج برايس ماشي. طب هو ليه اصلا احنا بعنا بسعر ازيد ما احنا كنا متوقعين؟ يعني احنا كان اقصى طموحنا نبيع ب 120، ده احنا بعنا ازيد. قالك انت بتبيع بازيد بسبب كذا حاجه، ان انت انتجت المره دي المنتج بتاعك بكواليتي عاليه. يعني ايه كواليتي عاليه؟ يعني الكومبيتيتور او المنافسين عندهم منتج شبهك بس الكواليتي بتاعته معفنه تمام، فالناس راحت للمنتج بتاعك اللي هو كواليتي بتاعته عاليه، فبالتالي الديماند او الطلب على البرايس بتاع البرودكت بتاعك زاد، فاكيد انت رحت عامل ايه؟ زودت البرايس. فبيقول لك ان اول سبب بيحصل عشانه ان انت بعت ازيد ما انت كنت متوقع ان الديفرنس في الكواليتي، ان الناس بتبيع بكواليتي معفنه وانت بتبيع بكواليتي كويسه، فبالتالي انت صايع رحت مزود السعر. ده الناس مش هتروح تشتري المنتج التاني عشان الكواليتي والناس جايه لي انا، لا انا هكسب زياده. او ان يكون الاسعار بتاعه الاوفرول ماركت زادت، يعني مثلا حصل زياده في سعر الدولار فبالتالي انت رحت مزود او الناس كلها زودت الاسعار مش انت بس. يبقى زيادة الأسعار بتحصل بسبب حاجتين، يا إما إن أنت عندك بيتر كواليتي أو إن حصل
في الماركت كله، كل الاسعار مش الجواكت بس، لا ده كل الاسعار بالمنافسين بتوعك زودوا الاسعار، فانت غصب عنك زودت الاسعار عشان الدولار عالي. تمام، يبقى ده بنسميه الانكريز ان ماركت برايس، يبقى يا بيتر كواليتي يا انكريز ان ماركت برايس. طب ده في الكيس بتاعت ان السيلينج برايس زاد. طب لو انا كنت متوقع مثلا ان انا هبيع 120 بعت اقل ب 115، عكس الاثنين دول، يبقى انا كنت ببيع بكواليتي معفنه والاوفرول، او ممكن يكون الاسعار بتاعت الماركت كلها ايه قلت العكس. طيب خلاص، ده اللي بنسميه ايه ال50 دي اللي بنسميها السيلينج برايس فاريانس. طيب تعالى كده نجيب التوتال، او تعالى نخش على الكوست. مش احنا قلنا الفليكسبل بادجت بسبب الكوست او السيلينج برايس؟ خلاص احنا عرفنا التشينج اوف سيلينج برايس بنسميه سيلينج برايس فاريانس. طب تعالى نشوف بقى الكوست. انا كنت متوقع انتج بتوتال كوست 880، انتجت ب 950 100، يعني دفعت ازيد، فدي اكيد unfavorable. طب انا عايز اعرف هي ال 70 100 دي حصلت ليه. هعرف ليه في ليفل 3، يعني هعرف ال 70 100 دي حصلت ليه في ليفل 3، بس عايز اعرف هو ليه انا كنت متوقع ان انا ادفع اقل ودفعت زيادة ليه، يعني ليه. ده اللي هنشوفه تحت، ده اللي بنسميه ايه flexible budget variance for total variable cost. ده كان unfavorable ب 170، ب 700 100 سوري 70 100 for the actual output. هو ليه انا دفعت كوست زيادة؟ بالعقل كده، انت امتى بتدفع كوست زيادة؟ يا امتى يا انت استهلكت ماتيريال اكتر من المفروض. يعني مثلا الجاكيت عشان يتعمل محتاج 2 متر ماتيريال، انت استخدمت 3، فعشان كده دفعت كوست زيادة. ما هو أكيد سعر الاتنين مش زي سعر التلاتة، فعشان كده دفعت كوست أعلى. أو إن الجاكيت كنت متوقع إن هو يتعمل في ساعة، أنت عملته في ساعتين، فأكيد الراجل العامل ده حسابه الحساب أو عشان تديله مرتب بتاع ساعة مش زي ساعتين، لأ أنت في ساعتين هتدفع له أكتر أكيد. فبيقولك ان الفاريانس ده اللي هو التوتال فاريانس ده حصل ليه، ال 70 100 دي حصلت ليه. اول سبب ان انت استخدمت، او الشركه اللي اسمها ويب دي used greater quantities of inputs، زي ايه؟ زي الدايركت ماتيريال، انت مثلا كنت محتاج 2 متر استخدمت 3، او ان دايركت مانيفاكتشرنج ليبر اور، ان الليبر مثلا كان محتاجين ساعه، او انت متوقع ان هم محتاجين ساعه وهم استهلكوا ساعتين، compared to budget quantities of output. تمام. طيب في سبب تاني، انت كنت متوقع ان الماتيريال، او كنت متوقع ان انت تشتري الماتيريال. احنا قلنا ان الجاكيت مثلا محتاج 2 متر، وهو اكشولي انت كنت متوقع ان هو يستهلك 2 متر، وهو فعلا استهلك ال 2 متر. بس استنى، انت كنت متوقع ان انت تشتري ال 2 متر مع بعض ب 60، صح؟ بس لما جيت اشتريتهم فعلا الراجل ضحك عليك وباعهم ب 62، يبقى اكيد الفرق ال 2 جنيه اللي انت دفعتهم زيادة هما سببوا برضو الفارينس ده. برضو انت كنت متوقع ان انت تدي للعمال في الساعة الواحدة 10 جنيه مثلا، جيت اديتهم 15، يعني هما ضحكوا عليك، فال5 جنيه الزيادة اللي انت دفعتها للعامل الواحد دي برضو خليتك تدفع كوست زيادة. فبيقولك ان 70 100 دي حصلت بسبب حاجتين، يا اما ان انت استهلكت كوانتيتي زياده، او ان انت دفعت برايس زياده. تمام، يا كوانتيتي يا برايس، يا كوانتيتي يا برايس. بس ليفل 3 او ليفل 2 بيستوب لحد كده، بيستوب لحد ايه؟ لحد ان انت تعرف السيلينج برايس فاريانس، وتعرف التوتال فاريبل كوست فاريانس. بس بتجيبه منين؟ بيجيبه من الجدول، مفيش ايكويشن ليه هنا. الايكويشن بقى هتعرف في ليفل 3. يلا كده نسمرايز كده الشابتر، شابتر ايه، نسمرايز ليفل 2. ليفل 2 كان بسبب حاجتين، بسبب يا اما السيلز يا اما فليكسبل. هو السيلز بيحصل بسبب ايه؟ بسبب الاختلاف في الكوانتيتيز. تمام، لكن السيلز بادجت فارينس بسبب حاجتين، الاختلاف في السيلينج برايس او الكوست. وعرفنا ان التشينج اوف سيلينج برايس بنسميه ايه؟ سيلينج برايس فارينس. ال50 دي سميناها سيلينج برايس فارينس. تمام، ده ليفل 2 بيقف لحد كده. فانا رحت للمدير قلت له يا عم ادي ليفل 2، قال لي خلاص انا عرفت السيلز فوليوم حصل ليه. وخلي بالك السيلز فوليوم فارينس ده ليه شابتر كامل
هنعرف ال64 دي جت منين بالشابتر اللي جاي، لكن احنا بنقف غاية لحد هنا جبنا ال64، لكن هنعرفها بقى في الشابتر اللي جاي. بعد كده عرفنا ان الـ revenue او السيلينج برايس variance، بنسميه سيلينج برايس variance، تمام، اللي هو ال50 ده، والفليكسبل budget variance بيحصل بسبب حاجة تانية، ال change of cost، تمام. فروحت للمدير قلت له بص ادي السيلينج برايس variance وادي التوتال variable cost variance. قال لي طيب انا موافق على انا فهمت ال50 دي جت منين، بس ما فهمتش ليه الدايركت ماتيريال انا كنت متوقع ادفع 60 دفعت ازيد، ما فهمتش ال61 دي جت منين، ال21 دي جت منين، ما فهمتش ال38 دي جت منين، ما فهمتش دي جت منين، ما فهمتش ال70 100 ازا توتال جت منين. قال لي روح اعمل لي ليفل 3 فاريانس. ليفل 3 فاريانس بيقول لك ان ال21 دي جت منين، 38 دي جت منين، ال10 500 دي جت منين، التوتال جه منين. فاكرين احنا لسه قايلين من شويه ان التوتال فاريبل كوست ده كان بيحصل بسبب حاجتين، ان انت استهلكت ماتيريال او ليبر اكتر من المتوقع، او ان انت دفعت برايس ازيد. هو ده الكلام اللي احنا هنعمله في ليفل 3. هل هنشوف ال21 دي حصلت بسبب ان انا دفعت برايس ازيد في الماتيريال؟ مش احنا بنتكلم هنا على الماتيريال، هشوف انا كنت متوقع اشتري ماتيريال مثلا 2 متر اشتريت 3، فاكيد ان المتر زيادة ده عمل لي كوست زيادة، ولا انا كنت متوقع اشتري 2 واشتريت فعلا 2، بس اشتريت الاتنين بسعر ازيد من اللي انا كنت متوقعه. وهنعمل كده برضو مع الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر اور، والفاريبل برضو هنعمل كده معاه، تمام. طيب يبقى هنشوف كل لاين ليه حصل فاريانس فيه. في ليفل 3 هنبتدي نعرف ليه حصل فاريانس في الدايركت ماتيريال، وبعديها هنعرف ليه حصل فاريانس في الدايركت ليبر، وبعديها هنعرف ليه حصل فاريبل فاريانس في الفاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد، وبعد كده اخر حاجة خالص هنعرف ليه حصل فاريانس في الفيكس، تمام. طيب يلا نبتدي بأول حاجة، عايزين نعرف هو ليه حصل فاريانس في ال21600 أو في الدايركت ماتيريال، ليه حصلت ال21 دي. يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها ايه، ليفل 3 فاريانس. في الليفل 3 بيهتم بالايه، بالفاريانس كوست بير يونت، أو بيهتم بالكوست بير يونت، بيهتم بالكوست بير يونت. هو فكروني كده، هو اني برودكت هاز فولو، اني برودكت او اي برودكت بيبقى بيتكون من كذا، كام تكلفه، يا دايركت ماتيريال يا دايركت ليبر يا اوفر هيد. عشان انتج اي منتج في الدنيا بيتكون من 3 حاجات، اي منتج عايز ماتيريال عشان انتجه، وعايز عامل يشتغل على الماتيريال، وعايز مكان هأجره يشتغل فيه الماتيريال. ده الماتيريال، ده العامل، ده المكان اللي هو الرنت. يبقى التوتال كوست بتاع اي برودكت بتتكون من ماتيريال ليبر اوفر هيد. انا عايز اعرف ليه بيحصل فاريانس في الماتيريال، ليه بيحصل فاريانس في الدايركت ليبر وفي الاوفر هيد او الفاريبل اوفر هيد. احنا قلنا من شويه ليه بيحصل فاريانس، ليه حصل ال21، وليه يا اما ان انا بعت سوري يا اما ان انا استهلكت ماتيريال زياده، او ان انا اشتريت الماتيريال بسعر ازيد من اللي انا كنت متوقعه. يبقى تعالى كده نعرف What are the causes that make any company may pay more costs؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الكامبني تدفع فلوس زيادة؟ قال لك ما هم سببين ما لهمش تالت، يا اما ال change of the price، يا اما ال change of quantity. مش احنا لسه قايلين من شوية هو ال change ده هيحصل ازاي؟ يا اما ان انت كنت متوقع ان انت تشتري 2 متر للجاكيت وانت اشتريت 3، فده اللي بنسميه ايه، اللي change of quantity. وده اول سبب، وساعات بنسميه وده اللي هنشتغل عليه ال efficiency. ليه بنسميه efficiency؟ انت كده كنت متوقع ان المتر، ان الجاكيت الواحد يستهلك 2 متر، استهلك 3، انت كده ما عندكش كفاءة. ليه؟ انت كده بتهدر. ليه؟ انت هو الجاكيت مفروض يستهلك 2،
العمال عندك ما عندهمش efficiency، ما عندهمش كفاءة، ده استهلكوا أزيد من المفروض. فعشان كده بنسميه ايه؟ efficiency أو quantity أو usage. هم استهلكوا usage يعني ايه؟ يعني الاستهلاك أو الاستخدام. هم المفروض يستخدموا 2، استخدموا 3. ده اللي بنسميه ايه؟ efficiency variance. الفارينس اللي بيحصل بسبب ال change of quantity، انت كنت المفروض تستهلك 2 استهلك 3، أو ال change of usage. طيب لكن البرايس انت كنت متوقع ان انت تشتري 2 متر للجاكيت، وفعلا استهلكت 2 متر للجاكيت. بس استنى، ال 2 متر انت كنت متوقع تشتريهم هما الاتنين مع بعض ب 60، اشتريت الاتنين مثلا ب 65. يبقى اتضحك عليك ولا ما اتضحكش عليك؟ اتضحك عليك فين؟ في البرايس. يعني انت كنت متوقع تشتريهم ب 60، اتضحك عليك اشتريتهم ب 65. يبقى ايه اللي خلاك تدفع more cost؟ ال change of price او ال price variance. price variance يبقى ايه اللي بيخلي ال company تدفع more cost؟ حاجة من الاتنين، يا اما انت استهلكت material زيادة او labor زيادة، labor hour زيادة، او ان انت دفعت cost زيادة او price زيادة. ال quantity بنسميها efficiency، وال price بنسميه price عادي زي ما هو. تعال نعرف يعني ايه price variance. الحتة دي احنا لسه قايلينها، ال price variance ده هو ال difference between ال actual price وال budgeted price. انت كنت متوقع تشتري ال 2 متر ب 60، او ده اللي budgeted price، وال actual كنت متوقع اشتريته ب 65. يبقى ال price variance بكام؟ ب 5. طيب وال efficiency variance هو ال difference between ال actual input، ال actual input تمام used، وال budgeted input تمام. طيب بعد كده احنا قلنا هنتكلم في ليفل 3 على الفارينس بتاع الدايركت ماتيريال الاول، بعديه الدايركت ليبر، بعد كده الفاريبل. عشان نحسب الدايركت ماتيريال فارينس عندي حاجتين. مش احنا قلنا اي سبب الشركة بتدفع بسببه كوست زيادة بيكون بسبب حاجتين، يا اما برايس يا اما efficiency. طيب انا عايز اعرف الدايركت ماتيريال فارينس. احنا قلنا اي فارينس بيحصل يا برايس يا كوانتيتي. طيب هل انا اشتريت الفارينس سوري اشتريت الماتيريال بسعر زياده، ولا استهلكت ماتيريال زياده؟ استهلكت ماتيريال زياده بنسميها الافيشنسي، سعر زياده بنسميه برايس. دي مهمه قوي. طيب برضو عشان احسب الفارينس ممكن اعملها بجدول بتاع الدايركت ماتيريال او بإيكويجن. كل مرة كنت ببتدي بالجدول، المرة دي هبتدي بالإيكويجن عشان نفهمها أكتر. بس تعالى كده نكمل أو نفتكر بس المسألة كانت بتقول إيه. إحنا بنتكلم على الدايركت ماتيريال فارينس. قال لك الدايركت ماتيريال، أنا كنت متوقع إن الجاكيت الواحد ياخد 2 متر، والمتر الواحد أو اليارد الواحدة ب 30. يبقى تاني، كنت متوقع إن الجاكيت الواحد يستهلك 2 متر أو 2 يارد، واليارد الواحدة كان بتستهلك كام؟ او هشتريها بكام؟ ب 30. عشان كده ضربنا 2 في 30، طلع ان الدايركت ماتيريال كوست ب 60. طيب ده البادجت، تيجي نشوف هو فعلا استهلك كام. اهو هيقول لك تحت ان في الاديشنال انفورميشن، اهو الاكتوال ماتيريال يوزد. الاكتوال ماتيريال يوزد انت كنت متوقع فوق تستهلك 2 متر، لا ده الجاكيت الواحد استهلك ماتيريال اكتر من انت كنت متوقع. actual usage كام؟ 2.22 بير يارد تمام. كمان انت كنت متوقع تشتري المتر الواحد ب 30 فوق، انت هنا اشتريت المتر الواحد او اليارد الواحدة ب 28 تمام. يبقى الفارينس بتاع الدايركت ماتيريال بيحصل بسبب حاجتين، يا اما ال change of quantity اللي هو بنسميه ال efficiency. انت كنت متوقع تشتري فوق، او متوقع ان الجاكيت يستهلك 2، استهلك actually ازيد، او يكون بسبب ال price. انت فوق كنت متوقع ان انت تشتري المتر الواحد ب 30، انت اشتريت هنا اقل. يلا نجيب الدايركت ماتيريال فارينس. طيب
يلا نجيب دايركت ماتيريال فارينس. احنا عايزين نعرف ال21 دي حصلت ليه. احنا قلنا ان الفارينس بيحصل يا اما برايس يا اما افيشنسي. طب يلا نحسب من ال21 كان بسبب او من ال21 كام بسبب التشينج اوف البرايس او التغيير في البرايس، وكام من ال21 كان بسبب ان انت استهلكت ماتيريال زيادة او اقل وات ايفر. تمام، يبقى كام من ال21 كان بسبب البرايس وكام بسبب الافيشنسي او الكوانتيتي. عشان نحسب بقى البرايس فارينس بالعقل كده عشان تعرف التشينج اوف البرايس، هتجيب اللي انت كنت متوقع تشتري بيه تمام، وتطرح اللي انت اكشلي اشتريت بيه. يعني انت مثلا كنت متوقع في المسألة ان انت تشتري المتر الواحد بكام؟ ب30. انت اشتريت في كام؟ اشتريت ب28. يبقى الفرق كام؟ 2. يعني هنا الفرق 2. طيب وهتضربها في ايه؟ هتضربها بقى في التوتال الكوانتيتي اللي انت اشتريتها كلها، صح ولا غلط؟ هو ده اللي احنا هنعمله هنا. يبقى انت ايه فاهمها برضو مش هنحفظها. عشان تجيب بقى البرايس فارينس هتاخد الاكتوال برايس اوف الانبوت. الانبوت تمام، اللي هي الانبوت اللي هي الدايركت ماتيريال والكلام ده، في الاكتوال كوانتيتي اللي هي الاكتوال كوانتيتي اللي هي الاكتوال برايس اوف انبوت في الاكتوال كوانتيتي اللي انت انتجتها، ماينس اللي انت كنت متوقعه. الستاندرد هي البادجت. يعني لما اقول ستاندرد هو يقول ان انا متوقعه او البادجت برايس تمام في الاكتوال كوانتيتي. ركز كده، الاتنين اكتوال كوانتيتي. ليه؟ مش فاكر احنا عملنا حاجه اسمها فليكسيبل بادجت؟ ليه هنا ليه هنا ما حطيتش البادجت كوانتيتي؟ ثواني، احنا بنجيب او احنا بنجيب الفارينس بتاع الفليكسبل، واحنا قلنا الفليكسبل في الاثنين سواء بادجت او الاكتوال بنستهلك ايه؟ الاكتوال كوانتيتي اللي هي ال10، محدش ينسى دي. طيب ممكن ناخد الاكتوال كوانتيتي اللي هي الكومن فاكتور او عامل مشترك. اه دي حاجه ماثيماتكس يعني تمام، هناخدها عامل مشترك ونشوف بقى ايه اللي يبقى فاضل، ايه الاكشوال كوانتيتي والشغل ده. طيب يبقى ممكن نطبق الرول دي او نطبق رول مختصره شويه اللي هي دي، ناخد الاكشوال برايس اوف الانبوت ماينس الستاندرد برايس في الاكشوال كوانتيتي. طيب يلا هنجيب الكلام ده ازاي؟ الاكشوال كوانتيتي اوف الانبوت. يعني ايه الاكشوال كوانتيتي اوف الانبوت؟ ركز معايا، الاكتوال برايس ده البرايس اللي احنا اشترينا بيه اللي هو 28 ناقص اللي انا كنت متوقع اشتريه كام؟ 30. امال ايه بقى الاكتوال كوانتيتي دي؟ ركز معايا، انت انتجت كام؟ 10,000 يونت صح؟ وانت قلت ان كل جاكيت كنت متوقع له ان انت هتستهلك 2 يارد تمام او 2 متر، لكن انا عايز اجيب الاكتوال. اطلع فوق كده هتلاقي ان الاكتوال كان 2.22. ايه ده؟ يبقى هجيب الاكتوال كوانتيتي اوف انبوت ازاي؟ بجيب اليونتس واضربها. انا انتجت كام بالراحه بالعقل؟ انتجت كام؟ 10,000. كل جاكيت من ال10,000 استهلك ماتيريال ب 2.22. يبقى الاستهلاك بقى او الاكتوال كوانتيتي اوف انبوت بكام؟ ب 22,200. جت منين؟ ضربت، هو انا مش انتجت 10,000؟ كل واحد من ال10,000 استهلك 2.22، كل واحد استهلك 2.22 تمام. يبقى هضرب الاتنين في بعض هيديني الاكتوال كوانتيتي اوف انبوت. محدش ينسى دي، الاكتوال كوانتيتي مش ال10,000، لا ال10,000 ده اللي انت انتجته، بس كل جاكيت من اللي انت انتجته بيستهلك كذا. طيب يلا نجيب البرايس فارينس. البرايس فارينس هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الاكتوال برايس ماينس الستاندرد برايس اللي هو البادجيتد محدش ينسى في الاكتوال كوانتيتي اوف انبوت، 28 ناقص 30 في 22,200. يبقى ركز بقى معايا، طلع بكام؟ ب 44,400. واحد هيقول لي طب هو ازاي اصلا الفاريانس كله ب 21,600 والفاريانس بتاع البرايس بس 44,400؟ ازاي ده ازيد من ده؟ مش انت قلت، مش انا لسه قايل من شويه ان ال 21
21,100 دي او 21,600، عايزين نعرف كام منها بسبب البرايس وكام بسبب الكوانتيتي. ده الكوانتيتي او البرايس قصدي طلع ب 44. استنى هنكمل، عايز اعرف هو الفارينس ده فيفريبل ولا unfavorable. بالعقل كده، لما تشتري حاجة اقل من ان انت كنت متوقع، دي حاجة كويسة ولا لا؟ انت كنت حاطط بادجت برايس، كنت متوقع تشتري المتر الواحد ب 30، اشتريت اقل ب 28، يبقى اكيد دي حاجة فيفربل. لما تشتري باقل يبقى وفرت، يبقى دي حاجة فيفربل. يبقى انا كده خلصت البرايس فارينس. طب تعالى نخش بقى على الافيشنسي فارينس، اللي هو بنسميه كوانتيتي، بس عايزك تسميه افيشنسي، بس اعرف ان هو كوانتيتي عشان ما تنساش يعني ايه افيشنسي. احنا قلنا الافيشنسي فارينس هو الديفرنس بين الاكتوال كوانتيتي يوزد اوف انبوت يوزد ماينس الكوانتيتي اوف انبوت يوزد فور اوتبوت ليفل. يعني الحته دي هتغلبنا شويه بس، فايه لازم نركز. احنا بالعقل كده، احنا كنا قايلين ان احنا هنستهلك ماتيريال، احنا خلاص خلصنا الفاريانس بتاع بتاع البرايس اللي هو كان 28 و30. طيب تعالى نخش على الماتيريال، انت كنت متوقع تستهلك ماتيريال كام؟ 2. الاكتشوالي اللي انت استهلكته كام؟ 2.22. يعني حصل فاريانس هنا، انا عايز اعرف ليه حصل فاريانس ده او بقد ايه. تمام، ده اللي بنسميه efficiency او quantity. مش انت كنت ده 2 متر وهنا 2.22؟ تمام، فده quantity، ده المتر اللي انت هتنتج بيه الماتيريال او سوري الجاكيت. تمام، طيب ده اللي بنسميه efficiency price، efficiency variance. بنحسبه ازاي؟ بناخد ال budgeted price. لا هنا مش هتبقى budgeted price، هي مكتوبة غلط، ثواني. لا صح، انا ايه انا إيه احنا بنتكلم في efficiency. تمام، هنحسبها ازاي؟ احنا قلنا ده ايه، ده ال budgeted quantity. تمام، وده ايه، ده ال actual. يبقى هناخد ال actual quantity وهنطرحها من ال standard اللي هي ال budgeted quantity اللي هي دي. طيب هنضربها في ايه بقى؟ ال budgeted price of input في ال actual quantity minus ال budgeted price of input، يعني اللي دي متكررين في الناحيتين، يبقى ناخدها common factor. يبقى ال efficiency variance ممكن نحسبه ازاي؟ ال actual quantity of input minus، ركز بقى كده، ال budgeted quantity for actual output. ال actual quantity of input used دي سهلة. سهلة ازاي؟ يعني ايه actual quantity of input used؟ هو انت قلت هتستهلك كام؟ 2.22، ده ال actual. تمام، انت انتجت كام يونت؟ 10,000، ده اللي احنا لسه جايبينها فوق، صح؟ طيب ده الاكتوال وده الاكتوال، ده الاكتوال يوزد وده الاكتوال اللي انت ايه انتجته ماينس البادجيتد كوانتيتي. انت كنت متوقع ان الواحده تستهلك كام؟ 2 في الاكتوال اوتبوت. انت انتجت كام بالفعل؟ 10,000 برضه. يبقى مش هنكتب هنا 12، لا هو بيقول لك الرول بتقول ايه، البادجيتد كوانتيتي في الاكتوال اوتبوت. انت كنت متوقع تستهلك 12 بس هو بيقول لك هنا الاكتوال اللي هي ال10. يبقى يعني ايه بادجيتد كوانتيتي؟ انت كنت متوقع الواحده تستهلك كام بس للي انت انتجته فعلا. تاني، انت كنت متوقع الواحده تستهلك كام بس للي انت انتجته فعلا. كنت متوقع ان الواحده تستهلك 2 بس للكام، للي انت انتجته بالفعل اللي هو 10. يبقى ال actual quantity used هي عبارة عن ال actual في ال actual، اللي انت كنت متوقع سوري اللي هو استهلكه فعلا في اللي انت انتجته فعلا، لكن هنا ده المتوقع. طيب يلا نحسبها كده مع بعض. فين بقى بنضربها؟ في ايه؟ في ال budgeted price of the input. budgeted price احنا كان عندنا كام برايس؟ اللي هو ال 28 وال 30. لا احنا هنستخدم ايه، ال 30 اللي هو كنت متوقعه بكام عشان تجيب الفاريانس. طيب يلا نعوض بقى في الارقام. احنا قلنا هنضرب هنا 2.2 في 2.22 في 10,000 هيدينا 22,000 ماينس. بص بقى حسب دي ازاي، البادجت اتحسبناها ازاي. 2 اللي هي كنت متوقعه بس الاكتوال يونت في كام؟ في ال 30 اللي هو البادجتد برايس. فطلع ان البرايس بكام؟ ب 66، او الافيشنسي بكام؟ ب 66. عايزين نعرف
ال 66 دي favorable ولا unfavorable؟ مالكش دعوة بالأرقام دي كلها، بالعقل كده، بالعقل. انت كنت متوقع ان انت تستهلك للواحدة 2 متر، استهلكت actually أزيد، يعني هتدفع زيادة، يبقى أكيد دي favorable ولا انت استهلكت زيادة، يبقى unfavorable. وبرضه تيجي لما تيجي تحسبها هنا، انت اللي انت استهلكته بالفعل ال actual كان as a total بقى، هنا كنا بنتكلم per unit، as a total بقى هنا 22200، بس اللي انت كنت متوقعه اهو 20، ال 20 دي جت منين؟ 2 في 10، تمام؟ يبقى دي ال variance ده unfavorable ولا favorable؟ unfavorable، انت استهلكت ازيد من اللي انت كنت متوقع، انت بتهدر في الماتيريال، فعشان كده ال variance بقى كام؟ 66 unfavorable. فاكرين احنا قلنا فوق اصلا الدايركت ماتيريال فارينس كان بكام؟ كان ب 21 600، صح؟ طيب وانفيفربل، فاكر لما قلت لك، مش انا قلت لك ان 21 600 دي عباره عن بتتكون من فارينس برايس وفارينس افيشنسي؟ طيب ركز كده، وما قلت لك من شويه ان من 21 600 44100 فيفربل؟ طب ازاي ده هو 21؟ مش انا قلت لك من فوق من شويه ان الديبت مع الديبت بيتجمع والكريدت مع الكريدت بيتجمع، لكن الديبت مع الديبت مع الكريدت يطرح؟ نفس الفكره هنا، هنا ايه فيفربل، هنا ايه فيفربل، وهناك تحت unfavorable، والunfavorable اكبر كان بكام؟ 66 unfavorable، يبقى 66 unfavorable ماينس 44 400 favorable، يبقى الفارينس بكام؟ ب 21 600 اللي هي فوق. يبقى 21 600 دي جت منين؟ كان عبارة عن 66 unfavorable وماينس 44 favorable، فأكيد ال unfavorable أزيد، فاللي هيطلع هنا unfavorable بكام بقى؟ بال 21 600. عشان كده قلنا إن 21 600 دي 21 600 unfavorable، فجت منين؟ 66 ناقص 44، تمام؟ يلا نعملها في شكل جدول، نفس الكلام هنا، يعني هي دي اللي بنسميها كلامينير presentation method of variance analysis بتاع الدايركت ماتيريال. طيب تعالى نعملها في شكل جدول، تعالى نجيب البرايس variance بجدول والافيشنسي في جدول، اللي هو الجدول ده اللي احنا كنا ماشيين عليه اصلا من الاول. طيب اول حاجة، هو البرايس ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن ال actual price في ال actual quantity minus ال budgeted في ال actual quantity. هتكتب الرول دي بس بشكل جدول اهو، تعالى نعملها كده اهو، ادي ال actual price في ال actual quantity. ال actual price كان كام؟ كان 28. في ال actual quantity انا كان كل material، ال actual quantity دي كنا بنحسبها ازاي؟ كان كل material، كل جاكيت هيستهلك 2.22، وانا انتجت كام يونت؟ انا انتجت كام يونت؟ اهو هو حسبها، انتجت كام يونت؟ ال 22200 دي جت منين؟ جت 2.22 في ال 10000، هضربها في 21 فطلع as a total هنا كام؟ as a total 621 600، تمام؟ طيب وكنت بطرح منها ايه؟ ال actual input في ال budgeted price، ال actual input اللي انا لسه جايبه من شويه في ال، مش احنا بنجيب ال price، يبقى الاختلاف في ال price هو عبارة عن ايه؟ ال actual minus ال budgeted price، تمام؟ يبقى بنثبت ايه؟ بنثبت ال actual quantity وبنغير ال price. ازاي بنغير ال price؟ ما احنا اصلا عايز تجيب الفرق ما بين ال price، فاكيد هتثبت حاجة وتغير الحاجة اللي انت عايز تجيبها اللي هو ال price، تمام؟ يبقى ال actual quantity هنا بكام؟ ب 22، هنضربها هنا بقى ايه في ال budgeted اللي هو 30، طلعت as a total بكام؟ 66، 666. يبقى الفرق ما بين ده وده كام؟ 444 400 favorable. ليه؟ انا كنت متوقع ان انا اشتري ب 66 600 او 666، دفعت اقل، فاكيد لما دفعت اقل دي حاجة كويسة ليا ففيفربل. طيب يلا نجيب ال efficiency بنفس ال، هو ال efficiency كنا بنجيبه ازاي؟ ال budgeted price، كنا بنثبت ال budgeted price وبنغير ايه ال quantity، احنا اصلا عايزين نجيب ال variance بتاع ال quantity، يبقى هنثبت حاجة ونغير الحاجة اللي احنا عايزين نجيبها. ال actual quantity
في الستاندرد كوانتيتي. يبقى هنكتب الرول دي بس في شكل جدول، هو اصلا هنلاقي حاجه منها مكتوبه اوريدي. طيب احنا عايزين نجيب الافشنسي، كنا بناخدها ازاي او بنحسبها ازاي؟ بناخد الاكتوال كوانتيتي، احنا بنثبت البادجيتد برايس وبنغير الكوانتيتي عشان احنا عايزين نجيب الكوانتيتي فارينس. يبقى هنثبت البادجيتد فارينس والبادجيتد فارينس، وهنغير بقى ايه الكوانتيتي، هنحط هنا الاكتوال وهنحط هنا البادجيتد. يبقى الاكتوال انبوت اوف كوانتيتي احنا اصلا جايبينها 666، تمام. البادجيتد، بص البادجيتد بقى ايه، انا كنت متوقع ان الواحده هنا تستهلك ب 2.22 ف 10000 اهو، فطلعت كده. هنا بقى بنجيب البادجيتد ازاي؟ البادجيتد فور الاكتوال، بادجيتد فور الاكتوال، متوقع ان الواحده تستهلك 2 اهو، متوقع الواحده تستهلك 2، وانا بعت كام اكتوال 10000، يبقى 2 في 10 ب 20 في البادجيتد برايس اللي هو 30، وهنا برضو ايه 30. يبقى الفرق ده عبارة عن 66. هو بقى هنا بيوضح لك ان 21600 دي جت منين، عبارة عن الفارينس اللي هو الفيفربل ماينس الانفيفربل. مش احنا قلنا الفيفربل ماينس الانفيفربل هيدينا الفارينس ده؟ اهو هنا بقى بيوضحها لك، اهو بيوضح لك الفرق ما بين ليفل 2 وليفل 3. ليفل 2 كنت عارف ان الرقم ده 21600 unfavorable، بس ما عرفتش هو جه منين. لا انت هنا عرفت بقى في ليفل 3. كل ما بتعلى، فاكرين قلت لكم ليفل يعني ايه الاماونت اوف ديتيلز، او كل ما عليت في الليفل كل ما عندك ديتيلز اكتر. هنا عرفت ان البرايس ب 44 وهكذا، تمام. طيب احنا كده خلصنا الدايركت ماتيريال فاريانس. برضو احنا هنخش على الدايركت ليبر. احنا قلنا احنا هنتكلم على 3 حاجات، ماتيريال وليبر واوفرهيد، بس احنا مش هنتكلم يعني الفيديو ده هيخلص على الليبر، دي اخر حاجه هشرحها. طيب هو الدايركت ماتيريال كان بيحصل بسبب ايه؟ يا اما التشينج اوف البرايس، يا اما التشينج اوف كوانتيتي. نفس الكلام هنا في الدايركت ليبر، يا اما هيكون بسبب البرايس يا اما هيكون بسبب الكوانتيتي. بس هو احنا كنا بندفع مقابل الماتيريال اللي احنا بنشتريها سعر او برايس، تمام. لكن احنا هنا بنسعر الناس، يعني احنا العمال اللي عندنا بنسعرهم ولا بنديهم مرتب او بنديهم اجر؟ فما ينفعش اقول ان البرايس هنا هيبقى اسمه برايس، لا هنسميه ريت، بس ستيل هو اسمه ايه برايس فارينس. بس انت تبقى عارف ان هو ريت، ان احنا البيبل او الـ مش بنسعرهم، لا ده احنا بنديهم ريت او ويجز، تمام. نفس الكلام برضو هنا ايه الكوانتيتي، يبقى الدايركت ليبر يا اما برضه هيكون بسبب يا برايس يا كوانتيتي، بس البرايس تبقى عارف ان هو اسمه ايه ريت. خلي بالك يعني ايه هيكون بسبب البرايس فارينس او الريت فارينس. واحده واحده، انت كنت متوقع ان الراجل ده تديله في الساعه 2 جنيه، جيت اديته 3 جنيه، تمام. يبقى التوقع ده اللي بنسميه الستاندرد او البادجتد، والاكتوال ده اللي هو التلاتة، يبقى اكيد حصل فارينس. يبقى الواحد ده هو السبب الفارينس، ده اللي بنسميه ايه البرايس فارينس او الريت فارينس، تمام. طيب ده بالنسبه للبرايس. طيب الكوانتيتي، يعني ايه كوانتيتي بتاعت الليبر؟ الاورز. هما هنا كنت متوقع ان هما يعملوا الجاكيت الواحد في ساعه، الاكتوالي عملوه في ساعتين. طيب يبقى هما استهلكوا كام زياده؟ ساعه زياده. كنت متوقع ان هما يستهلكوا يعملوه في ساعه، عملوه في ساعتين. يبقى انت الساعة الزيادة دي بنسميه ايه quantity، او برضو بنسميها هنا ايه efficiency زي اللي فاتت. بس انت تبقى عارف ان هنا ال quantity هي عبارة عن الساعات، وال price عبارة عن ال rate، تمام. طيب برضو يعني خلاص انت فهمت اللي فوق خلاص. بس برضو عندنا طريقتين، يا اما طريقة ال column يا اما الجدول، او طريقة ال equations. يلا نخش على ال equations. احنا قلنا برضو هنا هيكون بسبب كام حاجة؟ بسبب حاجتين، يا إما يكون برايس اللي هو الريت، يا إما هيكون بسبب كوانتيتي، تمام. طيب نجيب البرايس فارينس ازاي؟ اهو بص بقى الاكتوال ريت كان هناك ايه، الاكتوال ريت في الانبوت، الاكتوال ريت انبوت في الاكتوال اورز، في الاكتوال اورز. بس هنا بنغير الليست، احنا عايزين نجيب البرايس بتاع، عايزين نجيب الفارينس بتاع ايه، بتاع البرايس. يبقى هنثبت الاورز ونغير البرايس اللي هو الريت، اكتوال بادجيتد، وثبت الاكتوال. ممكن نجيبها بطريقه تانية، ناخد ده الكومن فاكتور، يبقى اكتوال ريت
ماينس الستاندرد ريت في الاكتوال اورز، وده اسهل حاجة. طيب يلا نطبق الرول دي ونطلع الارقام دي من المسألة. انت هنا كنت متوقع ان الليبر هيعملوا الجاكيت الواحد في 0.8 اور، يعني اقل من ساعة بشوية، وهم هياخدوا في الساعة كاملة، في الساعة الكاملة كلها 20. فضربنا ال 0.8 في 20 عشان نعرف ال 0.8 هياخدوا فيها كام، عشان هم هنا ما عملوش الجاكيت في الساعة كاملة، لا هم عملوها في اقل من ساعة. فطلع ان ال 0.8 اور دي هيكلفوها 16. تمام، يبقى هنا ركز، ده اسمه ايه؟ ده اسمه البرايس او الريت. ده اسمه ايه؟ الافيشنسي او الكوانتيتي. ازاي؟ مش احنا قلنا الكوانتيتي هو عبارة عن الاورز؟ هو هنا قال لك ان احنا متوقعين ان الجاكيت الواحد هنعمله في 0.8 والساعة كلها هتبقى ب 20، فهم ما اشتغلوش الساعة، يبقى ال 0.8 هتكلفنا 16. ده البادجيت. تمام، الاكتوال، يلا نجيب الاكتوال في الاديشنال انفورميشن تقريبا. طلع ان اللي احنا انتجناه فعلا، انتجنا الجاكيت الواحد بدل ما هو ب 0.8، لا ده احنا انتجناه في ازيد من ال 0.8. طلع ان هو محتاج 0.9 اور، وكمان طلع ان احنا مش هنديهم في الساعة 20، ده لا احنا هنديهم ازيد، كام؟ 22. طب احنا ليه اديناهم ازيد؟ عشان هما اشتغلوا ازيد هنا طبعا. فالمهم يعني ال 0.8 دي اللي احنا كنا متوقعينها، بس الاكتوال اللي حصل اللي احنا محتاجين عشان ننتج الجاكيت الواحد 0.9، وطلع ان هما كانوا المفروض ياخدوا 20 في الساعة كلها، لا طلع ان هما هياخدوا كام؟ 22. فلما ضربنا ال 0.9 في ال 22 طلع ان هما هياخدوا 19.8. طيب تعال نجيب نعوض في الارقام اللي احنا عملناها دي عشان تجيب البرايس والافيشنسي. لما تجيب الكلام ده، هو الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر، قبل ما تجيب الكلام ده الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر كان الفارينس بتاعه بكام؟ ب 38. انت عايز تعرف ال 38 دي هل بسبب ان انت دفعت لهم فلوس زيادة، ولا بسبب ان هم انتجوا الجاكيت الواحد في ساعات اكتر؟ هو ده اللي بنسميه ايه؟ دايركت ليبر فارينس. يلا يلا نجيب البرايس فارينس. هناخد الاكتوال ريت ماينس الستاندرد. يعني ايه ريت؟ هم هياخدوا كام في الساعة؟ احنا كنا متوقعين ان هم هياخدوا في الساعة الواحدة كام؟ 20، دي اللي جايبينها فوق من اول جدول، ماينس الاكتوال اللي هما خدوه كام؟ خدوا 22. تمام، طب الاكتوال اورز هما اشتغلوا كام بالفعل؟ استنى، احنا معرفهاش دي. انا كل اللي اعرفه ان هما عملوا حاجتين، ان الاكتوال اللي هما استهلكوه فعلا عشان ينتجوا الجاكيت الواحد او بير جاكيت، عشان ينتجوا الجاكيت الواحد استهلكوا 0.9. طيب هما انتجوا كام جاكيت؟ 10,000. يبقى هنضربها في كام؟ في 10,000. يبقى ال 0.9 في 10,000 هيدينا 9,000. ادي الدايركت ماتيريال، خلاص احنا خلصناها. تعالى بقى نحسب، خلاص احنا عرفنا ازاي نحسب الدايركت ماتيريال. يلا نحسب الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر، البرايس، البرايس فارينس، الاكتشوال ريت اللي هو كام، اللي خدوه بالفعل كام؟ 22، ماينس اللي انا كنت متوقعه 20 في الاكتوال اورز. الاكتوال انا كنت متوقع ان الجاكيت الواحد ب 0.9، انا انتجت كام جاكيت؟ 10,000. يبقى كام؟ 9,000 ساعة. يبقى عشان انتج ال 10,000 جاكيت محتاجين 9,000 ساعة، ده اللي بنسميه ايه؟ actual quantity of input. actual quantity يبقى ال variance بكام؟ ب 18 unfavorable. خلي بالك هنا ال direct material متعادة تاني، متلخبطش. تمام، 18 unfavorable. ليه unfavorable؟ بالعقل كده، انت كنت متوقع تديهم 20، اديتهم فلوس ازيد، اديتهم كام؟ 22. يبقى اكيد دي حاجة favorable ولا unfavorable، ده انت دفعت فلوس زيادة. تمام، طيب ما تنساش ان اصلا الدايركت ماتيريال كلها، الدايركت ليبر كلها كانت 38. طب ازاي هنا 18 بس؟ هنشوف لما نجيب الافيشنسي احكم. طيب يلا نجيب الافيشنسي. الافيشنسي يعني ايه؟ hours. طيب انا عايز اجيب الافيشنسي، هما الافيشنسي يعني ايه؟ يعني اورز. انا عايز اجيب الاختلاف في الاورز، يبقى هثبت ايه؟ هثبت البرايس. لما جبت البرايس ثبتت الاورز وغيرت البرايس. لما هجيب الافيشنسي هثبت الاورز واغير، سوري، هثبت الايه، هثبت الريت اللي هو البرايس واغير الاورز. طيب
اجيبها ازاي؟ البادجيتد ريت والبادجيتد ريت اهو، ثبتت حاجه وهغير بقى الاكتوال والستاندرد اللي هو البادجيتد. طيب او نجيبها ناخد دي كومن فاكتور، يبقى ايه؟ عباره عن الاكتوال اورز في الستاندرد اورز، وهنسميها اسم تاني دلوقتي، في البادجيتد ريت او البادجيتد برايس. ركز كده، ال actual quantity of input used اللي هي احنا لسه ايه حاسبينها من فوق، اللي هي احنا قلنا ان 0.9 في الجاكيت الواحد، يبقى لل 10,000 جاكيت هيكلفوني كام؟ خلي بالك برضو ان دي دايركت ماتيريال، خلاص احنا خلصنا دايركت ماتيريال، يبقى هنضرب ال 0.9 في ال 10,000، يبقى هتديني 9,000 hours minus ال budgeted quantity في ال actual output. نفس الفكرة اللي احنا لسه حاسبينها فوق بتاعت ال direct material، ال budgeted quantity انا كنت متوقع ان ال ان ال ان ال الجاكيت الواحد يستهلك كام؟ 0.9، بس في اللي انا انتجته فعلا، مش اللي انا كنت متوقع انتجه في العشرة، مش في ال 12، في ال 10,000. ده اللي بنسميه budgeted quantity في ال actual output. تمام. طيب يبقى هضرب 0.9 0.9 0.8 سوري 0.8 في ال 10,000، يبقى هيديني كام؟ هيديني 8,000. طيب هضربها في ايه؟ في البادجيتد، انا كنت متوقع ادفع كام؟ 20. يبقى 9,000 ناقص 8,000 هيبقى هيديني 1000. 1000 في 20 هيبقى هيطلع كام؟ 20,000. ال 20 favorable ولا unfavorable؟ لسه معرفش. انا كنت متوقع انتج ال 10,000 في 8,000 ساعة، انتجت في ازيد، يعني هيكلفني فلوس ازيد، انتجت في كام؟ في 9,000. يبقى اما انتج في زيادة، يبقى دي حاجة favorable ولا unfavorable؟ اكيد حاجة unfavorable. طيب يلا نجيب، احنا عارفين ان كل ال variance هيبقى 38، صح؟ احنا جبنا فوق كده كان ال price ب 18 unfavorable، وتحت كان ال efficiency 20 unfavorable. ال unfavorable مع ال unfavorable بيتجمع زي الديبت مع الديبت، تمام؟ يبقى 18 و20 كام؟ 38. يعني انت بتقول ان ال 38 دي كان بسبب ان انت اديت الليبر زيادة بكام؟ ب 18، ومش بسبب كده بس، بسبب ان انت استهلكت زيادة hours كانت بكام؟ ب 20، فعشان كده جمعتهم مع بعض فاداك 38. خلاص احنا كده خلصنا، بس فاضل بس نعمل الكولومنير ميثود. يلا نعملها مع بعض، نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط، وهنطبق الرولز اللي احنا لسه عاملينها، وبرضه ملهاش لازم ان احنا نحفظها. تمام. طيب خلاص دي الدايركت ماتيريال، يلا نخش على الدايركت ليبر. خلاص دي الدايركت ماتيريال اللي احنا شرحناها، انا عايز اجيب البرايس فارينس او الريت فارينس، يبقى هثبت ايه؟ هثبت الكوانتيتي عشان انا عايز اجيب الاختلاف في البرايس، يبقى هثبت الكوانتيتي اني كوانتيتي الاكتوال، واغير الاكتوال برايس بالبادجت، يبقى هجيب هنا الاكتوال كوانتيتي والاكتوال كوانتيتي، واغير ايه؟ البرايس والبرايس عشان عايز اجيب البرايس فارينس. طيب هي الاكتوال كوانتيتي دي اللي هي كانت كام؟ كانت 0.9 في ال 10,000 اللي هي 9,000، في الاكتوال ريت كان ب 22، الاكتوال انبوت خلاص احنا عارفينها اللي هي ب 19، في البادجيتد 20. يبقى انا كنت متوقع ان انا اديهم 180، اديتهم ازيد بكام؟ اديتهم 198، يبقى اكيد ان فيفر، ده اللي بنسميه برايس. يلا نجيب الافيشنسي. الافيشنسي كان عبارة عن ايه؟ هو التشينج في الكوانتيتي، يبقى هثبت البرايس واغير الكوانتيتي، هثبت اني برايس البادجيتد اهو، ثبت البادجيتد. يلا نجيب، يلا نغير الكوانتيتي، هاخد الاكتوال كوانتيتي واخد البادجيتد كوانتيتي فور الاكتوال اوتبوت، هنا 0.9 في 10,000، هنا 0.8 في 10,000 برضو. تمام. هيطلع بكام؟ ب 10,000، يبقى ايه؟ هضربها هنا في البادجيتد اللي هي 30 وهنا 30، يبقى هنا هيطلع اهو ب 180، احنا لسه اصلا حاسبينها، وب 160. يبقى الفرق ما بين ده وده هو عبارة عن ايه؟ ال efficiency برضو unfavorable، unfavorable مع unfavorable بيتجمعوا، فاداني كام؟ 38. هروح للمدير اقول له انا عملت لك ليفل 3، قال لي بجد؟ قلت له اه، مش انت قلت، مش انا جيت لك في ليفل 2 قلت لك ان انا عندي دايركت ماتيريال ب 38، انا وضحتها لك بقى.
طلع ان من 38 دي كان بسبب ان انا اديتهم برايس زياده، وان ان هم اشتغلوا ساعات زياده. بس ده ليفل 2. ليفل 3 سوري. احنا كده لسه فاضل لنا، احنا كده واقف مع المحاضره عشان انا بسجل يعني ايه قبل المحاضره. كده خلاص خلصنا بالظبط زي المحاضره، تمام. بس كده ناقص نعمل سامري للكلام ده كله. احنا لما نذاكر هنحس الموضوع صعب، لما نذاكر تاني هتحس الموضوع اسهل واسهل واسهل. وبعد كده هنسمرايز كل الكلام ده في صفحتين بس، او صفحه كمان، او اقل من صفحه كمان. بس لازم نحل كتير جدا، فهعمل فيديو كمان بعد ده للحل، بس للحل على الدايركت ماتيريال والثري ليفلز والدايركت ليفل، تمام. وهناخد بقى السامري بتاع الموضوع ده كله.